في الليلة 47 قالت شهرزاد للملك شهريار: بلغني أيها الملك السعيد أن الحارس لما رأى النصراني يضرب جثة الأحدب على الأرض اعتقد أنه هو قاتله، فأمسك به وأخذه لبيت الوالي الذي أمر أن ينادى على السياف، فنصب للنصراني خشبة ورمى على رقبته الحبل وأراد أن يعلقها، وإذا بالمشرف على مطبخ السلطان قد شق طريقه أمام الناس وقال للسياف: لا تفعل فأنا قاتلها. قال الوالي: لأي شيء قتلتها؟ فقال: إني دخلت ليلة البارحة إلى بيتي فرأيته نزل من السطح واعتقدت أنه سارق، فضربته بعصا غليظة على صدره فمات، وحملته وجئت به إلى السوق وأوقفته في موضع كذا في منعطف كذا، ثم قال: ما كفاني أني قتلت مسلما حتى يقتل بسبب نصراني، فلا تشنق غيري. لما سمع الوالي كلام الرجل أطلق سراح النصراني السمسار وقال للسياف: اشنق هذا باعترافه. فأخذ الحبل من رقبة النصراني ووضعه في رقبة المشرف وأوقفه تحت الخشبة وأراد أن يعلقها، وإذا بالطبيب اليهودي قد شق طريقا بين الناس وصاح على السياف وقال: لا تفعل، فما قتله إلا أنا، وذلك أنه جاءني في بيتي ليداوى فنزلت إليه وتعثرت فيه برجلي فمات، فلا تقتل الرجل واقتلني أنا. استغرب الوالي ثم أمر أن يقتل الطبيب اليهودي، فأخذ السياف الحبل من رقبة المشرف ووضعه في رقبة الطبيب اليهودي، وإذا بالخياط جاء وشق طريقه بين الناس أيضاً وقال للسياف: لا تفعل فما قاتله إلا أنا، وذلك أني كنت بالنهار أتفسح أنا وزوجتي وجئت وقت العشاء فلقيت هذا الأحدب سكراناً وهو يغني بفرح، فوقفت أتفرج عليه وجئت به إلى بيتي، ثم اشتريت سمكاً وجلسنا نأكل، فأخذت زوجتي قطعة سمك ودستها في فمه فاختنق الرجل ومات، فأخذته أنا وهي وجئنا به لبيت اليهودية، فنزلت جاريته وفتحت لنا الباب، فقلت لها: قولي لسيدك أن بالباب امرأة ورجلاً ومعهما ولد مريض لتنظر أمره وتصف له دواءً، وأعطيتها بالأمارة ربع دينار، فطلعت لسيدها وأسندت الأحدب إلى جهة السلم ومضيت أنا وزوجتي، ثم سأل الخياط اليهودي: أصحيح هذا؟ قال: نعم. والتفت الخياط للوالي وقال: أطلق اليهودية واشنقني أنا. فلما سمع الوالي كلامه تعجب من أمر الأحدب وقال: إن هذا أمر يؤرخ في الكتب، ثم قال للسياف: أطلق اليهودية واشنق الخياط باعترافه. فقدمه السياف ووضع الحبل في رقبته، وهذا ما كان من أمر الخياط وأمر هؤلاء، أما ما كان من أمر الأحدب فنعرفه في الليلة المقبلة.